كابتن عادل، تقييم حضرتك لنجاح او لاداء النادي الاهلي ونجاحه في الحفاظ على قمه الدوري العام اولا، وقبل السفر طبعا لجنوب افريقيا. توفيق ربنا سبحانه وتعالى. أي. ثم المدير الفني الحقيقه بيشتغل بشكل فني علمي رائع، واعتقد انه عمليه التوليفه اللي هو دايما بيشتغل عليها على الرغم من وجود اصابات، وطبعا تكرار المباريات بيبقى فيه اصابات. اللي انا برضو بتمناه ان الفتره اللي جايه اللعيبه تحافظ على نفسها كويس، ويدوا لنفسهم فتره الراحه القصوى في البيت. خلصت تمرين ما اروحش اي مشوار في الوقت ده. أيوة. لان انا الفتره دي الشهرين اللي جايين دول بيدوني بطوله دوري، بيدوني بطوله افريقيا، بيدوني كاس، بيدوني بطولات كتيره جدا. اي مشاوير او اي حاجه ممكن انها تتاجل او حد بديل يقوم لي بالمشاوير دي، بحيث ان انا راحتي كامله مجرد ما اخلص تمريني يبقى باستمرار موجود في بيتي واخد فتره الراحه بتاعتي. اي حاجه ملهاش علاقه بكره القدم انا تبقى مش موجوده عندي. اعتقد المحافظه على الجدول والتقدم معاك، اعتقد انك انت لازم لابد انك تحافظ بكل ما اوتيت من قوه، وكل مباراة لا أركن لفرق النقاط اللي موجود. فرق النقاط اللي موجود أنا لا يمكن أفكر فيه. كل مباراة ثلاث نقاط دول بتوعي. مش أفكر إن أنا اللي تحتية في فرق 9 نقط ولا 5 نقط ولا 11 بونت. لا، أنا بلعب كل مباراة كأني المسافة اللي بيني وبين المنافس بونت أو مفيش أو هو متقدم عني. الحتة دي بتولد جوايا الخوف الإيجابي، ان انا ما ابقاش دايما محافظ على الفرق ده، بل واكاد اضيفه. واذا المنافس تعثر في عندك 3 أندية بينافسوك، فانت دايما حاطط نفسك في الجانب ان انت متفوق بالنقاط ديت. ولو هو لا يتعثر انت كمان مالكش دعوه بيه، انت طالع على سلم توصل للقمه بدون اي ركنه في اي درجه من الدرجات.